سفارت جبوتي هي أقرب سبورت سكور يجسي وزارة دلنا يرد يعيارها الصومالية أقرب كاس أولو تلا جلي إن وحلاقة قبتو أريما سبورت سك الصومالية سدفافة هن تور كانوا ونوقو صدري مقالة مقدشة وريها نهاتر عبد القادر سفير كدلك جبوتي أفريا الصومالية أمبازور آدن حسن آدن أيامان تبوقشو كتجي لسمها أيكوش قصة وزارة دلنا يرد يعيارها الدورة الصومالية وحنا أو سفير كوزير ككور يجي قلب لورا الله استعماله عيارها كل دبن سبورتس كصومالية وحا يككو بيهين نوع والبح الله عياره ماريتان كوبدا هدايتهاي فوتبول فوليبول باسكتبول ايوه كوي حتى بدر بحري دلو عياري انت بواليهين وحا يككو بيهين و انتي كوبد لعيار جري اردن وان دقني وان كوري جني ماريتاني وزيرده سفيركا ايا اد لوغو سو دوويي خارونتا وزارتا دالنيرتا عياراها هلكاس لو قاداي سوغان دورا او تلماميسه سيدا جمهوريتا جيبوتي اي مركز او غرب تاغنتاه دولتا سوماليا جمهوريتا جيبوتي وا دالكي اوغو هورايي اينها عالمكا توساي اسبورتسكا سوماليا اسل ماركانا كاليم موغلي كولها سونولينتا اي هورمارتا اسبورتسكا سوماليا جمهوريتا جيبوتي او مدحوينه اسماعيل هوغامينايا وحي قيب وين كا قاتين إن ده عالم كنا إن إتوسان إسبورتي في الصومالية بعد وقت إن دل كنا إنه أصلاً إيربور جرين نبتقيل جرين عد إماكت جرين أي إن ده عالم كا توسان إسبورتي في الصومالية إنه ولي نوريا وزير كتانيرة عيارها دولة الصومالية مرو قديج محمد ديري أي شكت إنان الوجود كرين أبالكا دولة جيبوتي أي أوجش الصومالية وحنا أي سفير كومد إرسي دقة إيمان توزارة سو غارسيان wasiiradu ayaa codsatay in ay marti geliso ciyaar saaxiibtinimo oo ay wada ciyaarayaan labada xul ee Djibouti iyo Soomaaliya waxaan rabnaa inaan gaarsiino sidii aad hadba sheegtay oo nooga aqbashay annagoo isku duuban xulka qaranka Djibouti inaan ku marti gelino oo aad u sheegtay dadka Soomaaliya annagoo isku duuban midkii lagu soo dhisay magaalada Carta xukuumadda ugu horeysay ee lagu doortay madaxweynaha ugu horeeyay Soomaaliya Cabdi Qaasin Salad Xasan sanadkii 2000 Haajir Abdul Qadir warbaahinta SBC Muqdisho